وبالعودة مرة أخرى إلى ملف الانتخابات الأمريكية، للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من نيويورك مباشرة موفد التلفزيون المصري مصطفى ميزار. مصطفى، لك أن تنقل لنا الصورة تفصيلا لديك والأجواء الانتخابية، خاصة مع اقتراب حدة المنافسة بين كاميلا هاريس وترامب قبل أيام من انتخابات 5 نوفمبر. اهلا زملائي في الاستوديو، تحيه لكم وتحيه لمشاهدي التلفزيون المصري. هناك شعار وعنوان ومنشط رئيسي في الصحف الامريكيه يتحدث عن الايام الست الاخيره قبل اجراء الانتخابات في 5 من الشهر القادم، ايام ست تفصلنا عن هذه الانتخابات والتي تاتي في ظروف حرجه وفي ظروف مضطربه في بعض الاقاليم وعلى راسها اقليم الشرق الاوسط. الانتخابات الأمريكية في ولايات متأرجحة تلقي بظلالها في ظل ما تشهد هذه الانتخابات من تجاذب ومن صراع ومن تنافس بصورة أو بأخرى لاجتذاب بعض العناصر الأخرى واجتذاب بعض الأصوات الأخرى المتداخلة في هذه الانتخابات. القضايا الرئيسية والقضايا الملحة والتي تطرح نفسها بصورة كبيرة على الساحة النقاشية في هذه الانتخابات هي قضية الضرائب، قضية الإجهاض، قضية المتين، قضية الهجرة غير الشرعية. لكل حزب رأي وفكر في هذه القضايا الجوهرية، لكن قضية العمال والقضية الهجرة غير الشرعية يتبناها الرئيس الأسبق ترامب أو الرئيس السابق ترامب المرشح الحالي للرئاسة 2024. التجاذب ما زال مستمرا مشاهدينا الكرام، والتنافس ما زال أيضا مستمرا بين كلا الفريقين، لكن من القلب نتحدث مرارا وتكرارا مع المحللين والخبراء الاستراتيجيين، ونتحدث ايضا مع الجاليات العربيه والاسلاميه والتي تدلي بدلوها وتؤكد على اهميه هذه الانتخابات، وتؤكد ايضا على اهميه توحيد الجهود واهميه توحيد الصف العربي من اجل خلق فرصه حقيقيه لتطبيق القضايا وتطبيق ايضا ما يمكن ان يستجد من قضايا ومن مكاسب يمكن ان تحققها الجاليات العربيه والجاليات الاسلاميه داخل الولايات المتحده الامريكيه. لو تحدثنا عن الجاليات العربيه والجاليات الاسلاميه، هناك تصارع وهناك ايضا لقاءات مكثفه من قبل المرشحين للرئاسه الامريكيه من اجل اجتذاب هذه الفئه وهذه الشريحه الكبيره والتي تقدر بالملايين. من اصل من لهم حق الانتخاب في هذه الانتخابات والذي يقدر ب 245 مليون ناخب امريكي، بدا التصويت المبكر منذ ايام وهناك ايام قليله تفصلنا عن اجراء هذه الانتخابات. وللحديث اكثر بصوره اهميه في جوهر هذه العمليه الانتخابيه، هناك الولايات المتارجحه والتي يعني من الممكن ان تحسم هذه الانتخابات مثلما حسمتها في الانتخابات الماضيه. في الولايات، ولاية بنسلفانيا، ولاية ميتشيغان، وولاية واين، وبعض الولايات الأخرى التي لها باع طويل ولها أي رأي كبير في هذه الانتخابات الرئاسية 2024. نعم، أشكرك جزيل الشكر مصطفى ميزار موفد التلفزيون المصري إلى نيويورك، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.